ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل غسول البشره حلو جدا بالورد. اول حاجه هنبتدي على طول، انا معايا هنا من الماء المقطر 1026 جرام. وهضيف عليهم 2 جرام إديتا. والإديتا هنا علشان أنقي المية زيادة من الشوائب. وهضيف عليهم 290 جرام من ماء الورد. انا ضفت دلوقتي 210 جرام من خلاصة الصبار. هضيف عليهم 140 جرام جلسرين. معايا هنا 120 جرام من البيبي فور اللي هو الكوكو بيتاين، وهضيف عليهم تكسبون ان 70، وهضيف منه 90 جرام فوقيهم، وهقلبهم كلهم مع بعض. وبراعي دايما ان انا اقلب في اتجاه واحد علشان خيوط التكسبون بتبقى عامله زي الشبكه كده ما تفكش. هضيف فوقيهم 30 جرام من الكوكو جلوكوسايد وهقلب برضو في اتجاه واحد. الكوكو جلوكوسايد ده من مشتقات جوز الهند، زيه زي الكوكو بتاين البي بي فور يعني. وهضيف فوقيهم 10 جرام من الفيتامين اي. وهضيف 10 جرام من البوليكوانتريوم 7. وطبعا البوليكوانتريوم والجليسرين وظيفتهم هنا ان هما يعني هيومكتن مرطب، بيدوا ترطيب للصابون بتاعي. وبمجرد ان هو لما يهدى هتبص تلاقوه شف تاني. انا اختصرت، بدل ما اقلب كتير قلبت بالهاند بلندر. وبضيف 10 جرام من بروتين الحرير. انا هنا معايا 40 جرام من الكريمو فور 40. انا عايزة ان انا اقلبه لغاية لما يشف تماما. فالاول بنزل بمية سخنة كده واحط فيه كده واسيبه لحد لما يفك تماما.
في حالة ان انا لو اتعرض للنار المباشرة بيعمل ريحة وحشة جدا ويجيب نتيجة عكسية. بفضل اقلب كده لغاية لما يفك تماما ويبقى شفاف. هنا الكريم فور 40 وظيفته ان انا هخلط بالزيت الاساسي بتاعي 20 جرام زيت الورد. ولو انت ما عندكيش كريم فور 40 تقدري تستخدمي توين 20 بنفس الكمية، يعني 40 جرام توين 20. هنا بعد ما الكريم فور شف تماما زي ما انتم شايفين كده، هبتدي بقى اضيف عليه الزيت الاساسي الورد، هضيف 20 جرام، وطبعا لازم استنى كمان لحد لما يبرد تماما، الكريم فور يكون بارد تماما قبل ما ازيد عليه الزيت الاساسي الورد. 20 جرام من زيت اساسي الورد فوق الكريم فور واقلب الاتنين مع بعض. هضيف 4 جرام من ال WS1 بيكرول WS1، وبضيف 10 جرام من الفينوكسي إيثانول. البي اتش هنا بتاعي 8، هحاول ان احط ملح ليمون عشان انزله شويه. هو كصابون بي اتش 8 يعتبر كويس، بس انا عشان ده غسول للوش عايزاه يبقى اقل من كده شويه. هنا معايا شويه ملح ليمون هضيف عليهم ماء مقطر. هنا الـ pH تقريبا 6، فده يعتبر ممتاز جدا جدا جدا، يعني هو ما بين 5.5 والستة، يعني اقدر اقول عليه 6 تقريبا، ممتاز. هنا انا حاسة ان انا محتاجة اديله لون زهري شوية عشان يليق على مية الورد وريحة الورد، فاحط كده كام نقطة. طبعا دي الوان مائيه خاصه بالكوزماتكس. هنا انا معايا 10 عبوات، العبوه 200 جرام، انا عملت 2 كيلو 2000 جرام، يعني يدوبك على قد العشر عبوات دول. طبعا العبوات دي انا غسلها ومعقماها بكحول ايثيلي 70 ومنشفاها. شايفين دي بتبقى رغوته وتبقى ناعمة على البشرة جدا. طبعا هو مفيد قوي لان انا عاملاه ببروتين الحرير وحاطة فيه كمان زيت الورد، وهو بيناسب جميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة بيناسبها. رغوته حلوة جدا جدا جدا، طبعا ده غسول للبشرة غسول للوش، يستعمل بشكل يومي.